الملايين حول العالم يتابعون حفل توزيع جوائز الأوسكار، لكن ما لن يتم بثه عبر الإعلام هو حفل الحاكم الذي يلي الأوسكار، ويجتمع فيه على العشاء أبرز نجوم العالم، ويصل عدد مدعويه إلى 1600 شخص، وهؤلاء سيتناولون أشهى الأطباق. التفاصيل مع زميلة في بوغسيان، نتابع. في اللحظات الأخيرة من التجهيز لحفل عشاء الحاكم الذي يلي الأوسكار، قررت الأكاديمية أن يكون أكثر من 70% من الأطباق نباتياً، وفق اقتراح تقدم به نجم فيلم جوكر واكين فينيكس، وهو نباتي متشدد. كثير من الأشخاص هم نباتيون وكذلك الممثلون، لكن أشخاصاً كثر أيضاً ليسوا نباتيين، لذا سيكون لدينا شيء ما لكل شخص. مثلاً هذا الطبق الذي نطوه أنا وبايرن يمكنه أن يكون نباتياً بالكامل، لكن بإمكاننا أن نضيف اللحم فلا يعود نباتياً، لكن هذا يجعله لذيذاً جداً. يعد هذا التغيير في قائمة طعام الأوسكار غير مسبوق، ويأتي بعد تقديم قوائم طعام نباتية بالكامل خلال مأدب عشاء جوائز جولدن جلوب. كما وقررت الأكاديمية أن تخلو كل الفعاليات من عبوات المياه أو الأكواب البلاستيكية. سيكون لدينا حوالي 35 عنصراً مختلفاً، جميعها تقدم على أطباق صغيرة، لذا يمكن للنجوم أن يحظوا بمذاقات مختلفة مثل الكسكس النباتي أو طبق الباذنجان النباتي، ومن ثم يمكنك أن تتناول لحم المياساكي أو السلمون المدخن على شكل تمثال الأوسكار، أو فطيرة الدجاج مع الكماء الأسود أو المعكرونة بالجبن أو بعض الأسماك المذهلة. أضاف الشيف الشهير وولفغانغ باك يعاونه 100 طاهٍ، أضاف 18 طبقاً نباتياً إلى قائمة الطعام الخاصة بعشاء الحاكم. وذكر القائمون على الأكاديمية أن دورهم يلزمهم بدعم الكوكب من خلال اتخاذ هذا التوجه. رافي بوسيان، العربية، هوليوود.